الكوندايل دي زي ما قلنا هي بتتحرك جوه كافيتي في البيزل داسكال. الجزء ده في البيزل داسكال اللي هو التيمبورال بون اللي هو الازرق الفاتح. الجزء الازرق الفاتح ده التيمبورال بون. اذا الجلونويد فوسا هي جزء من التيمبورال بون في البيزل داسكال. شكلها شكل الكوندايل بالظبط، هو كافيتي بيحتوي على الكوندايل، والانجل بتاعتها بتاع الجلونويد فوسا هي نفس الانجل بتاعه الكوندايل ونفس الويتس ونفس الدايمنشنز. الارتيكولار ايمينس ده الانتيريور بوردر بتاعها، والارتيكولار ايمينس هي نهايه الكافيتي. والارتيكولار ايمينس مش بتحد الموفمنت اوف ذا كوندايل، لا، العجيب ان الكوندايل بيحصل لها سلوبينج وسلايدنج لغايه ما تبقى تحت الايه ارتيكولار ايمينس. يعني ما هواش هنج جوينت، ده هو فيه ترانسليشن موفمنت، والترانسليشن موفمنت ما هياش ستريت لاين. عشان كده هنعرف الناس اللي بتعمل ايمينكتومي بتبوظ الجوينت كاستراكشر، وبيحصل بعد كده مشاكل للبيشنتس لا حصر لها بسبب العملية اسمها إيمينكتو عشان الديسلوكيشن. فالأرتيكولار إيمينس الحفاظ عليها من الحاجات المهمة جدا، لأن الكوندايل المفروض تشتغل على أنها تمشي إس شي. العمق بتاع الجلينويد فوسة بيختلف، وبالتالي العمق ده هيدي الارتيكولار ايمينس تبقى شورت او لونج اكوردنج للديبس بتاع الجلينويد فوس. طب ده يهمنا في ايه؟ يهمنا لما اعمل اكس راي او اعمل ام ار اي للبيشنت، مش هلاقي كل البيشنت عندهم نفس الطول اوف ارتيكولار ايمينس. فمعنى كده ان مش اما الاقيها شورت او الاقيها لونج دي مش مشكله مرض او هو السبب في الديسفانكشن، ده فارس بتوين بيشنس. وهتجيلنا بعد كده ان احنا هنشوف الجلينويد فوستا والكوندايل بيحصل لهم ادابتيشن، يعني بيتغيروا كديبس وكلينس مع الوقت في عمر البني ادم، وده سبب هيخلينا نقول ايه كلينيكال سيجنيفيكانس ان احنا نعمل اورثودونتيك تريتمنت في توقيت معين او ما نعملوش او ناجله او نلغيه خالص. الارتيكولار ايمينس تختلف عن الارتيكولار تيوبيكل. التيوبيكل موجوده على الزيجوماتيك بروسس اوف تيمبرال بون اللي هي بتلحم مع الزيجوماتيك ارش. وفايده الارتيكولار تيوبيكل ان بيبقى اتشت فيها التيمبرو مانديبولار جوين كبسول. يعني الارتيكولار تيوبيكل دي موجوده لاترالي عشان الكبسول بتاع التيمبرو مانديبولار جوين تبقى اتشت فيها. اما الارتيكولار ايمينس تختلف، عشان كده لما اجي اقرا الاثنين مش واحد. لما اجي اتكلم على الارتيكولار تيوبيكل يبقى انا بتكلم على بروز من العظم موجود على الزيجوماتيك بروسس، ده عشان الاتاشمنت اوف كبسول. ارتيكولار ايمينس انا بتكلم على الانتيريور ليميت اوف جلينويد فوس. ده بيوضح الفرق ان الانجل بتاعه الانتيريور سلوب اوف جلينويد فوس بيختلف من 30 درجه ل 60 درجه مع الفرانكفورت هوريزونتال بلين، وده فاريشن طبيعي بين البيشنس. وده بيحصل ليه؟ ربنا خلقنا كلنا مش باوكلوجن صح، كلنا هنلاقي الاوكلوجن بتاعنا مختلف. في اللي عنده اوبن بايت، وفي اللي عنده كروس بايت، وفي اللي عنده المندبول اكبر من المجزيلا كلاس 3، وفي اللي عنده كلاس 2، وفي عنده كلاس 1. اذن بيقعد يحصل ادابتيشن لغايه سن الجروس ما يقف في الانتيريور
بولدر اوف جلينويد فوس. عشان كده ممكن اخد لواحد لقطه وعنده 10 سنين الاقي الانجل بتاعه الانتيريور سلوب 45 درجه، ولما يوصل 21 سنه الاقيها وصلت 60 درجه. ايه السبب؟ ان في كونتينوس ادابتيشن اكوردنج للاوكلوجن بتاعه. طب ده ايه اهميته؟ اهميته ان الاورثودونتيك تريتمنت قبل ما يحصل سيسيشن للجروس هو الافضل. ليه؟ لان هيحصل ادابتيشن على الوضع الصح بعد ما اعمل اورثو. طب انا لو عملت الاورثو بعد 21 سنه مفيش كونتينوس ادابتيشن، فانا خلفت العلاقه بين الاوكلوجن وبين التيمبوروماندبولار جوينت، بقيت حاطط حاجه في بوزيشن وحاجه ثانيه في بوزيشن ثاني، ومن هنا ديفلوب تيمبوروماندبولار جوينت ديسفانكشن. يعني في عيانين كتير بعد ما يفك الاورثو يقول لك انا ما كانش عندي حاجه وبعدين لقيت الجوينت بيوجعني. ليه؟ لانه غير الريليشن بين الاوكلوجن وبين البوزيشن اوف ذا كوندايل، ومفيش ادابتيشن هيحصل. طب مفيش ادابتيشن هيحصل مدى الحياه؟ لا، هياخد له يجي 15 16 سنه هيكون الديسفانكشن زاد وهتحصل مشكله كبيره. اذا لو جالي عيان انصحه ان يعمل اورثودونتيك تريتمنت في الايدج اوف ادابتيشن، كل ما يعمله بدري كل ما يكون احسن فور تيمبوروماندبولار جوينت بوينت اوف فيو. اقدر اشخص العيان ان عنده بروبلم نتيجه الاورثودونتيك بروبلم بعد السيسيشن اوف جروس. طب لو جالي عيان عنده تيمبوروماندبولار جوينت نتيجه المال اوكلوجن قبل السيسيشن اوف جروس، اقول له روح اعمل اورثو بسرعه. يبقى ده فادني في ايه؟ في الدياجنوزيس بتاعي. طيب هل هو السبب لما يجي ناخد الايتيولوجي؟ لا، مش هو السبب. ليه؟ لان لو فضل كده هيحصل ادابتيشن بين الكوندايل وبين الاوكلوجن. عشان كده بنلاقي ناس كتير قوي عندهم مال اوكلوجن وما عندهمش اي مشاكل في التي ام جي. ولذلك يبقى انا بنصح عشان ما يحصلوش بعد كده لو فكر يعمل اورثو ان يحصل له مشكله. فدي بروفيلابتيك لتيمبوروماندبولار جوينت. ده الكلام اللي قلناه من شويه متجاب من بيبر، ان الموديفيكيشن اوف ارتيكولار ايمينس بيؤدي الى كومبليكيشنز نتيجه لتغيير المسار في ذا كوندايل. عشان كده هنيجي في السيرجيكال تريتمنت هنبطل عمليه الايمينكتومي دي خالص. الابديت بتاعنا ما بقاش في حاجه اسمها سيرجيكال ايمينكتومي لحالات الديسلوكيشن. ندخل في استراكشر سيبنا البون. البون عباره عن جلينويد فوسا ارتيكولار ايمينس ارتيكولار كوندايل. خرجنا من البون هنشوف الاستراكشرز اللي جوه الجوينت. اهمهم على الاطلاق هو الديسك، واللي فيه سبب كتير من المشاكل بتاعه التيمبوروماندبولار جوينت. الارتيكولار ديسك هتلاقوا في بيبرز كتيره مكتوب ان هو باي كونكيف، وفي بيبرز ثانيه هتلاقيه كونفكس ان وان سايد اند كونكيف ان ذا اذر سايد. هو في الحقيقه الديسك بتاعنا عامل زي الكاب، يعني انتيريورلي بتبص تلاقيه باي كونكيف، بوستيريورلي بتبص تلاقيه وان سايد كونكيف وان سايد كونفكس. ليه؟ عشان ياخد نفس الفورم بتاعه الكوندايل مع الجلينويد فوس. لو الديسك كونفكس وجات الكوندايل والديسك تحصل لها سلوبنج مع الارتيكولار ايمينس، الديسك هنا هيتفعص، فلازم ياخد اس شيب علشان يحصل له سلايدنج، فبالتالي شكله بيتوافق مع الموفمنت بتاعته. ولما هنيجي ناخد في الدياجنوزيس احنا دايما بنشوف الديسك بتاعنا مش بيربنديكولار على الكوندايل هيد، بنلاقيه لا اما في الساعه 11 للساعه 1 على حسب رايت ولا ليفت. يعني ايه؟ يعني انتيريورلي شيفتت شويه مع اللاين بتاع الكوندايل.
يبقى اللاين كده لإما هيبقى على الساعة واحدة يعني انتيريور شوية، لإما هيبقى على الساعة 11 لو الأزر جوينت من الناحية الثانية. يعني لو تخيلنا كده جايت هيبقى في الرايت على الساعة كام؟ واحدة. وفي الليفت على الساعة 11، يعني عمره ما بيبقى على الساعة 12. لو بقى على الساعة 12 يبقى ده بوستيريور ديسبليسمنت اوف ذا ديسك. طب لو لقيناه على الساعة 2 او الساعة 10 يبقى انتيريور ديسبليسمنت اوف ديسك. بيتكون من ايه؟ نفس الاستراكشر بتاع اللي كان بيحمي البون بتاع الكوندايل، بيتكون من فايبرو كارتيلاجيناس تيشو. يعني لو طلعته بره العيان ومسكته كده مش هيبقى كارتيلاج، هيبقى دينس فايبرس تيشو. بس لما بشوفه تحت الميكروسكوب بلاقي فيه كوندروسايتس موجوده مع كولاجين فايبرز، وده بنسميه فايبرو كارتيلاجيناس. وده عشان يبقى ريزيليانت، لانه هو بيتفعص مع البون وبيتحرك في اتجاهات، فاذا ما كانش ريزيليانت ويستحمل الفورسز بالتالي مش هيؤدي الوظيفه مظبوط. بيتكون من ايه؟ من انتيريور باند وانترميديات زون وبوستيريور باند. هنا بقى مع الفايبروكارتيلاجينس تيشو بيبقى عندنا كولاجين تايب 1 وإلاستين فايبرز. وفايدة الكولاجين ان هو بيستحمل الفورسز وان هو بيتجدد باستمرار. وفايدة الإلاستين ان هو ما يحصلوش ديفورميشن، يعني لما يتغير شكله يرجع لشكله تاني. دي فايدة الإلاستين فايبرز اللي جوه الجسم. عشان كده لما نيجي نعمل سيرجري ونعمل مينيسيكتومي ونقول هنحط مصل او هنحط سيليكون او هنحط فاشية، كل ده بيفشل لان الاستراكشر بتاعه ما هوش مهيئ ان احنا يحصل له ديفورميشن ويرجع لاصله تاني. هي مجرد حاجة انتربوزيشن تمنع البون انه يحتك ببون، لكن هتبقى تيمبوري لغاية ما تنتهي ويحصل لها ديجنريشن ويرجع العيان يصرخ تاني. لان مش بس انا شلت الانتربوزيشن ماتيريال، ده انا حكيت بون في بون والكورتكس حصل لها ريزوربشن وابتدى النيرف اندنجز تظهر وخلقت له حاله من الارثرايتس. والمشكله دي مش هقدر اعالجها له لان مفيش حاجه انتربوزيشن ماتيريال تعوض الديسك، ولا توجد في الجسم جزء اخذ منه جرافت يعوض الديسك. ولذلك بيضطروا انهم يعملوا يحطوا سينثيتيك كوندايل، حاجه ميتال وانتربوزيشن وحاجه مع البون وليها عمر افتراضي. لو عملنا لونج فولو اب هنلاقيها بتعمل ريزوربشن في البيز اوف ذا سكال وبيحصل كومبليكيشنز اكتر من البوني كوندايل. ولذلك الديسك ده عبارة عن جوهرة لازم تحافظ عليها لاخر لحظة، مينفعش تعمل مينيسيكتومي. عمليات المينيسيكتومي كلها عمليات بتأدي الى نتائج مؤقتة، لكن العيان بيدخل في كومبليكيشنز اكبر بكتير. طيب الديسك ده مربوط في ايه؟ ده مش بس مربوط في الكوندايل ميديال ولاترال، ده مربوط بالكبسول ومربوط انتيريورلي باللاترال تيروجويد ماسل ومربوط بوستيريورلي بالبايلامينر زون او ليجامنتس اتاتش. يعني الديسك يعتبر متحزم من جميع الجهات واتاتشد من جميع الجهات باستراكشرز حواليه. انا كده لو بصيت وخدت سيكشن هلاقي الديسك بتاعي بيقسم الجوينت ل 2 كومبارتمنتس. ابر كومبارتمنت اللي هو بين الديسك والجلينويد فوسا او البيز اوف ذا سكال، ولور كومبارتمنت اللي بين الديسك والكوندايل. ربنا لو حطه كده طب ما هو الديسك هيحك في البون
فبالتالي مع الوقت هيبوظ، لان اي فريكشن بين الكولاجين والالاستين والفايبر كارتريج هيعمل تيرينج فيه فهيبوظ الديسك. عشان كده حط له مخدتين، مخده من فوق كبيره ومخده من تحت صغيره. طب المخده اللي تحت صغيره ليه؟ علشان مفيش اكشوال فريكشن بين الديسك والكوندايل، لان الديسك مربوط مع اللاترال بول اوف ذا كوندايل والكبسول، فلما بيتحرك مفيش فريكشن بين الكوندايل هيد ده بيتحرك معاه، لكن هو الفريكشن هيبقى بين ايه؟ بين الديسك والبيز اوف ذا سكال، لان هي اللي بيتحرك معاها است شيب. وبالتالي لازم الابر كومبارتمنت يبقى اكبر، والوساده او المخده اللي فوقه دي تبقى مليانه ساينوفيال فلويد بصوره تمنع الديسك انه يحصل فريكشن بينه. هو انهي اللي بيتحرك اجينست مين؟ الديسك اجينست البيز اوف ذا سكال، مش الكوندايل اجينست الديسك. فبالتالي الابر كومبارتمنت هو الاهم، يبقى لازم يبقى مليان ساينوفيال فلويد علشان يحميه من الفريكشن مع البيز اوف ذا سكال. طيب ايه هما الكومبارتمنتس دول؟ الابر كومبارتمنت او السوبيريور كومبارتمنت، وده ساينوفيال ممبرين مليان ساينوفيال فلويد. لوور كومبارتمنت ساينوفيال ممبرين مليان ساينوفيال فلويد. السوبيريور كومبارتمنت اكبر 1.2 مللتر، يعني لو جبنا سرنجة كده هنلاقيها سنتي وشرطتين على السرنجة، دول 1.2 مللتر. وده مسؤول عن الترانسليشن موفمنت، يحمي الديسك اثناء الترانسليشن موفمنت. طب امال اللور كومبارتمنت ده فايدته ايه؟ فايدته علشان في عندنا تو موفمنتس للكوندايل، واحده روتيشن هنج موفمنت ودي بدايه فتحه البق، وواحده ترانسليشن. طب اثناء الهنج موفمنت دي الكوندايل ما هياش ادهيرد او اتاتش للديسك كومبليتلي، صح مربوطين ببعض، لكن ممكن يحصل سلايد فريكشن، عشان كده بيتامن باللور كومبارتمنت. يبقى اللور كومبارتمنت فايدته في الهنج موفمنت، والابر كومبارتمنت فايدته في الترانسليشن. طب الكلام ده فايدته ايه؟ ايه الابلكيشن بتاعه؟ لو العيان عنده ساوندز بتحصل اثناء الهنج موفمنت يبقى اتوقع في مشكله في الكوندايل هيد مع الديسك، في جفاف في الساينوفيال فلويد، في ادهيجن، في انفلاميشن جامده. فبالتالي اثناء الهنج انا بشتغل على اللور كومبارتمنت، اثناء الترانسليشن انا بشتغل على الابر كومبارتمنت. عشان كده اخواننا اللي بييجوا مثلا يقفوا معانا واحنا بنعمل انجكشن للجوينت، هو فاكر ان الجوينت ده عبارة عن كورة كاوتش او بالونة وبيحقن فيها في اي حتة، لكن لا، ده انت لو، ودي كانت البيبرز اللي اتنشرت سنة 2018، ان كل انجكشن في حتة ممكن يديك اسلوب مختلف وتريتمنت مختلف للعيان. وسبب نشر البيبر دي ان لما لاحظت الناس عاملين رسائل لقيتهم بيقيسوا المكان اللي هيحقنوا فيه كابر كومبارتمنت من التريجس اوف ذا اير، ويبتدوا يحسبوا بالمليمترز، وده كلام مش واقعي، لان شكل وحجم الجلينويد فوسا زي ما قلنا بيختلف، فما ينفعش بمقاسات ثابته، ما هياش بنا هقول عمقي على الارض كذا، ده بوديو ستراكشر، واللي عنده كلاس 3 مكانه بيختلف على كلاس 2، الكوندايل طويله شويه، الجلينويد فوسا شاله، فكان بيحقنه. ابص الاقي عيانين بقهم قفل خالص ما بيفتحش، وعيانين بقوا زي الفل. طب ايه السبب؟ لما بحثنا في الموضوع لقينا ان هو ماشي سيستماتيك على مقاسات، ف
فساعات يجي الانجكشن في الابر جوينت، ساعات يجي في اللور كومبارتمنت، ساعات يجي في الريترو ديسكال، ساعات يجي في الكبسول، فاصبح بيدينا نتائج مختلفه. فلما عملنا ريسيرش لقينا ان كل انجكشن سايت، وده كانت البيبر الوحيده اللي منشوره عن ان هناك علاقه بين الانجكشن سايت وبين الريزلت بتاع التريتمنت، ودي كانت من اهم البيبرز اللي بعتبرها ان تدينا كلنا وتعلمنا وتأدبنا ان الجوينت ده ما هوش كافيتي واضرب الحقنة في اي حتة، انك انت ممكن تضر العيان، تسبب له مشكلة، ممكن يقفل بقه خالص ما يفتحش تاني، ممكن يخلي العيان ما يستجبش للتريتمنت. فبالتالي الأهمية هنا اني اعرف الاستراكشر وانا بحقن فين، دي من اهم الحاجات اللي انت لو اشتغلت كونزيرفاتيف تريتمنت هتعملها. يبقى على حسب ما انا شخصت المشكلة عند العيان فين، انا هبتدي اعمل التريتمنت بتاعي. عشان كده clinical significance of upper compartment problem ولوه كومبارتمنت بروبلم معتمد على الدياجنوزيس وبيعتمد عليه التريتمنت بلان. كتير قوي بيقعد يتساءل هو ليه الفيميلز كلهم عندهم تي ام جي، وفي وسط الفيميلز دول يجي راجل ولا اتنين. ابتدى بقى يفكروا في الاستريس، وابتدى انا مش فور ديتكشن اوف سايكيك بروبلم عند الشخص، او فلقيت نسبة السايكولوجيكال استريس او سايكولوجيكال بروبلم عند البيشنت لا تتعدى 1%، طلعت اقل كمان من 1% حسب الكوتشينير. اذا الموضوع ما هو السايكولوجيكال. هنا في بيبر اتنشرت هبقى اديها لكم في الايديولوجيكال فاكتورز بقى، بس انا هنا هشرح الحتة البسيطة ان لقوا في السينوفيال ميمبرين سيلز سينوفوسايتس بتتأثر بالاستروجين هرمون اللي موجود في البودي. يعني ايه؟ يعني لو الاستروجين ده علي او وطي، السكريشن بتاع السينوفيال فلويد بيعلى ويوطى معاه، والاستروجين موجود في الفيميل اكتر من الميل، وبالتالي السكريشن بتاع السينوفيال فلويد والانفلاميشن اللي هتحصل عند الفيميل اكتر من الميل عشان وجود الاستروجين. ودي هناخدها مرة تانية في لما اتكلم على الاتيولوجي اوف تمبرومانديبولار جون. هنقول هنتكلم في الجندر وهديكوا البيبر اللي هي اكتشفت الموضوع. لكن هنا بنمر بس ان الساينوفيال ميمبرين في ساينوفوسايتس بتفرز الساينوفيال فلويد في اللور كومبارتمنت والابر كومبارتمنت، وتتأثر تأثر شديد بالاستروجين. هو الاثنين، الزياده بتعمل افكت والنقص بيعمل افكت. هي مجرد عارف انت فكره الانسولين، هي نفس فكره الانسولين. الانسولين زيادته ممكن يعمل هايبوغلايسيميا. ليه؟ بيدخل كل السكر جوه الخلايا. طب الخلايا هنا هتحصل ايه؟ هتبتدي تعمل كربوهيدرات وفاتس، هتستوعب، لكن هيدي باد افكت عليها، ونقصه هيخليك في هايبر جلايسيميا والخلايا عطشانه مش لاقيه، فالاثنين بيضروا الخلايا. فهي اي هرمون في الجسم كده، زيادته وحشه ونقصه وحش.